بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريان اوسم زيد، رجعنا لكم بتوفاي في الاسبوع السادس. قبل ما ابدا الكومنتري حاب اشكركم شكرا 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 على 7000 مشترك، صراحة شيء فرحني مرة فرحني، فان شاء الله افرحكم المقاطع الجاية والافضل والافضل، فنستمر ان شاء الله بدعمكم، نستمر ان شاء الله. على العموم نقطتين حاب انوه عنها قبل ما ابدا الكومنتري او قبل ما ابدا التوب فايف واللقطات. طبعا اللقطات مره جامده هالاسبوع ان شاء الله تستمتعون. وش فيني كلشت فيها على العموم. نقطتين، النقطه الاولى التقييم، تقييم المراكز. طبعا مو بين الحال اللي قيم مراكز في كم شخص، فاتمنى ما حد يجي في الكومنتات يقول انت ظلمت المركز الفلاني، انت مفروض انك خليت المركز الثالث الى اخره. ف هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اللي يعرف يصمم ثمنيل او صوره خارجيه للمقطع خاصة توب فايف حقات توب فايف، اتمنى يعني تواصل معي يا تويتر او سكايب او على القناة نفسها، فراح يساعدني كثير. على المهم ندخل في التوب فايف الاسبوع السادس على طول. معنا المركز الخامس، معنا المركز الخامس ابو قحط 1 يلعب ام دبليو 3 ماب دوم سيرش اند ستروي، باقي 4 من فريقه وضده 6. ما تخويها الاول ما الثاني، يطلع له بار بي جي، خذ لك يا حبيبي اربح كبير يا ابو قحط كبير، مالتي كل سيرت ديستروي ار بي جي يا الله كبير. معنا المركز الرابع، معنا المركز الرابع ننتقل بلاك اوبس 2. معنا عزوز شال الاول بي دبليو نيوك تاون، شال الثاني، شال الثالث، يسوي ريلود، يشيل الرابع، يشيل الخامس، يشيل السادس، 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 خلص لاحق يطلع الفرد وخذ لك يا حبيبي 6 فريق كامل كبير يا عزوز كبير. معنا المركز الثالث نرجع بلاك اوبس 1. معنا تورك شيفت، يفكر رادار واي في، وخذ لك تربل يا حبيبي وخذ لك الرابع كبير يا تروك، يا تروك شيفت كبير. طبعا هذا من الاشخاص اللي راسل لي لقطه من زمان ونسيت احط لقطه، فاعتذر، مع اللقطه مره حلوه وكويسه. على العموم معنا المركز الثاني اي توب اي او اي اي توب اي. على العموم يلعب، احس اني مكثر، على العموم يلعب ام دبليو 3 يرمي الجابلن، خذ لك مطبق يا حبيبي، شيل الاول، سوي ريلود وشيل أربعة، أربعة كل كام مالتي كل، شوف 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 الفيد يطلعون يا حبيبي، الدعس على صولة كبير يا توب، شوف الكل كام جابلن، واو ما بترمينال، والله دعس كبير يا توب كبير. معنا المركز الأول، معنا المركز الأول بلاك أوبس 2 أو سي إم زد، استحقه صراحة. يرمي سيفون، يسوي ريلود، يسوي طعن، يسوي ريلود 360، خذ لك واحد والبانك ورا الجدار يا مجنون. لا لا امزح امزح، بس حبيت اوريكم لقطتي ولقطتي. معنا المركز الاول بكل جدارة اس يلعب بلاك اوبس 2، يطعن 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 يطعن، يطلع الشوك، يطلع من ادريس 360، شيل واحد اسمع الرياكشن بس كبير يا اسب. طبعا هذا التوب فايف الاسبوع السادس، اعتذر اني تاخرت على التنزيل تقريبا 3 ايام او 4 ايام. عيد وكرر، اللي يعرف يصمم اتمنى يتواصل معي سكايب او تويتر او على القناه نفسها. واتمنى ما تتحرمون من دعمكم، لايك مفضل سبسكرايب، ان شاء الله نوصل 300 لايك على كل توب، يعني هذا اللي متعودين ومتعود منكم هالدعم، فاتمنى تستمرون بالدعم. كان معكم اخوكم ريان اوسين زد، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.